وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل الحكمة السابقة التي قرأناها بالأمس وما يتعلق بها من حكمة تليها. كان يتكلم بالأمس على أن هناك واردات تأتي للقلب من الله سبحانه وتعالى، لأن القلب له عين تسمى بصيرة، والقالب له عين يسمى البصر. الله سبحانه وتعالى له ملك وملكوت. ملك يعني ما يرى بالحواس، اللي انت شايفه في الدنيا، كل ما تدركه بحواسك هو من الملك. وله ملكوت، كل ما لا تدركه بحواسك كعالم الجن وعالم الملائكة والجنة والنار وعالم الغيب، لأن له عالم الغيب وعالم الشهادة سبحانه وتعالى. فعالم الغيب هو الملك، وعالم عالم الغيب هو الملكوت، وعالم الشهادة هو الملك سبحانه. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورة عجيبة، له عين تنظر لعالم الملك وله عين تنظر لعالم الملكوت. فجعل الجسد له عين مبصرة تبصر إلى عالم الملك اللي هو عالم الشهادة، وجعل للقلب عين تسمى البصيرة تبصر عالم الملكوت عالم الغيب. فالقلب له عين تسمى البصيرة، والقالب له عين يسمى البصر. ولذا الإنسان أحيانا يرى بقلبه أشياء لا تراها عينه، بل أحيانا ترى عينك ما يكذبه قلبك، واتضح لك بعد ذلك أن قلبك كان محق. يعني تنظر في مسألة ما تجدها من حيث النظر الظاهري أنها فيها عين المصلحة، لكن قلبك مش مطمئن ليه ومش مستريح، لأن عينك بتنظر للحقيقة، قلبك ينظر للحقيقة وعينك تنظر للظاهر. فربما يكون الظاهر خلاف الباطن، يقال أن السم قد يكون في الدسم، فتجد نفسك حتى في أحوال كثيرة في حياتك لما تسترجع ظروفك السابقة تجد أنك أنت كثيرا ما دخلت في أمور تراها بعينك أن فيها المصلحة وقلبك غير مستريح، ويتضح لك أن قلبك كان محقا وأنه كان يرى ما لا ترى عينك. فعلمنا من التجربة أن القلب يبصر وأنه قد يعمى أيضا. الله سبحانه وتعالى قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى الصدور محلها محيطة بالقلب الذي هو فيه النظر إلى الحقائق المرادة من الإنسان، لا إلى الوهم والزخرف، ولكن ينظر إلى الحقيقة وإلى اللب. جعله الله سبحانه وتعالى في لب الإنسان في داخله، فينظر أيضا إلى اللب، لا يغتر بالمظاهر. فلما كان القلب هذا هو حاله، كان هو محط الواردات الرحمانية التي يتعامل معك الله من خلالها. أحيانا تكون هناك واردات ملائكية، وبالرغم من ذلك يصب في القلب الدم الذي هو مجرى حياة الجسد، فصار القلب اختلط فيه الوارد الجسماني الشهواني المتمثل في الدم الذي يجري في العروق، ومتمثل فيه أيضا الوارد الرحماني المتمثل فيما يلقيه الله فيه من أنوار، فصار القلب متقلب بين شهوات وبين رحمات، بين معاصي وبين طاعات، تتجاذبه هذه الأشياء. فصارت هناك معارك تقوم في القلب بين الخير والشر، والخير له جنود والشر له جنود. وعلشان كده يقول لك في الحكمة النور جند القلب، كما أن الظلمة جند النفس. وإحنا عرفنا أن القلب والنفس والروح والسر كل دي مسميات لحاجة واحدة، لكن حسب تطورها ورقيها بيختلف اسمها. فإذا كان الإنسان في حال اختلاط الروح اللي هي اللطيفة الربانية الرحمانية السر، اختلاطها بالجسد الأرضي، إذا اختلطت وركنت له ركون كامل تبقى اسمها نفس أمارة، يتكون خليط يسمى النفس الأمارة، ودي نفس الكافر أو المجرم، النفس الأمارة بالسوء.
نفس الكافر أو المجرم من غير الكفار. فإذا ارتقت النفس من النفس الأمارة إلى سماعها النذير الخارجي وهو كلام الله على لسان الرسل، أو النذير الداخلي وهو عين البصيرة التي يسميها الناس الضمير، فالإنسان له نذير من الداخل وهو ضميره، يجي يعمل حاجة يقوله ما يصحش كده، حرام كده، ما يلقش، كأنه جواه واحد تاني، وفي نفس الوقت جواه واحد تاني خالص يقوله لا اعمل ما يهمكش. يبقى النفس إذا بدأت تقاوم هذا اللي هي متطلبات الشهوات التي تبعدها عن حقيقتها الروحانية الأصلية، ابتدت تقاومها، ولما لما تستسلم ليها تبتدي تلومها، يسموها النفس اللوامة. يبقى انتقلت من نفس أمارة إلى نفس لوامة، بدأت تلومها لما يعمل المعاصي. هو بيعمل المعاصي بس يروح البيت متضايق، مش مبسوط انه عملها، وتاني يوم برضو يعمل المعاصي لكن برضو مش مبسوط، نفسه لوامة. يبقى ابتدت النفس ترقى وما زالت نفس، لحد ما يبتدي الإنسان اللوم يزيد قوي، يبقى مش متحمله بقى، يوم يترك المعاصي الظاهرة، وقد يقع في معاصي باطنة شديدة لكن يترك المعاصي الظاهرة على أمل إن هو نفسه يقل لومها، يوم يحصل استراحة نفسية واطمئنان نفسي، يسموه علماء النفس التوازن النفسي، فلا يجيله اكتئاب ولا يحاول ينتحر ولا يبقى منطوي، يبقى عنده توازن نفسي. فإذا وصل لهذا التوازن النفسي وابتدى يوزن الأمور ويعقلها قبل ما يعملها، مش بيندفع على المعصية على طول، يبقى ابتدى إيه؟ يعقلها، فيسمى عقل. بعدما صارت نفس صارت عقل. كانت الأول نفس يعني بالضبط زي حيوان جامح غير مروض، ابتدى يعقلها ويسوقها، بقت مروض، ما زالت حيوان بس مروض، يسموها عقل، عقل من العقال، لأنك عقلتها فما بقتش عندها الدفع. فإذا تقلبت النفس المعقولة التي عقلها العقل، عقل الشرع وعقل التكليف بأوامر الله عز وجل على نهج الأنبياء وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى يسمى نفس عاقلة، تبقى محط التقلبات، فتصير قلبا تتقلب بين المعاصي أحيانا والطاعات أحيانا، تتقلب. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، اللي هي أحوال الناس معظمها اللي احنا كلنا فيها، كلنا فينا قلب، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خطب القلب، ومحل نظر الله من العبد لا هو مظهره ولا جلبيته ولا البدلة اللي لابسها ولا رصيده اللي في البنك ولا شهاداته ولا نسبه ولا حاجة خالص، لكن ينظر لقلبه. هي دي حقيقة الإنسان، في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب، ويقول أكرمكم عند الله أتقاكم على لسان الله عز وجل سبحانه في القرآن. يبقى صار القلب هو مقياس الناس، وسمي قلبا لتقلبه. ولما كان يتقلب بين الخير والشر صار للشر أعوان وجنود فيه، وللخير أعوان وجنود فيه، وتلتحم القتال بين هذه النوازع، أيهما انتصر؟ إذا جاء التوفيق والعناية من الله تنتصر جند الخير فيصير في الخير، لأن لا تصير في الخير إلا بتوفيق الله وعنايته. وإذا تركك الله لنفسك انهزمت الأنوار بظلمة النفس، فيصير الناس الإنسان في المعاصي. فهي دي المسألة، وعشان كده يقول إيه؟ النور جند القلب اللي هو يوجهه إلى الله، لأن أصل الأكوان ظلمة، لأن الظلمة هي العدم، وأنت أصلك العدم، لولا تجلي الله في الأكوان ما استنارت، لأنه هو الظاهر الذي ظهر به كل شيء وأظهر كل شيء وهو أظهر من كل شيء سبحانه. فلما كانت الأشياء لم تظهر إلا بالأنوار الإلهية لظهور الله سبحانه وتعالى فيها، لا بالذات ولكن بالصفات، سبحانه لا يحل في الأشياء،
فصار أصل الأكوان ظلمة وأصل الوجود نور. فإذا تركك لنفسك صرت للظلمة التي أنت من أصلها وهي العدل، وإذا أخذ بيدك صرت إلى النور الذي هو محل الروح التي هي سر من الله، لأن هي الروح تركن للأنوار والجسد يركن للظلمة، فالجسد أصلا ظلماني، وعلشان كده القلب تجد فيه جنود ظلمانية اللي هي تميل للمعاصي والبعد عن الله، اللي هي عايزة توديه في داهية ترجعه بعد ما كان ربنا سبحانه وتعالى أراد أن هو يرقيه لم يكن شيئا مذكورا، فأراد أن يرقيه ويخليه مذكور. فالجسد عايز يرجعه لأصله أن يكون غير مذكور إلى الظلمة إلى العدم بفعل المعاصي والبعد عن الله، فلا يأخذ الإمداد من الله سبحانه وتعالى. وإذا انقطع الإمداد انقطع وجود الخلق خلاص، وترجع لأصلك زي ما يبقى الكهرباء اتقطعت تلاقي الدنيا بقت ظلمت خلاص. فهي دي المسألة. فيقول لك ايه؟ النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس، لأن النفس هي حالة القلب وهي منكبة على الشهوات، فإذا توازنت وأصبحت تتقلب غير منكبة على الشهوات، لكن أحيانا وأحيانا تتقلب صارت قلبا، يبقى القلب قابل عنده القابلية للترقي. فإذا استراح لأقدار الله عز وجل وصار مع الله على ما يريد بالتوكل والرضا والزهد وعدم الحرص وحب الخير للناس وعدم النظر لما في يد الناس والاستغناء بالله عما سواه، تجد القلب يستريح. فإذا استراح صار روحا، يرجع لأصله بقى. يبقى كالنفس فترقى عقلا فترقى إلى قلب فاستراح صار روحا، فلما غابت الروح بترقيها بعد ذلك عن عالم الحس صارت سرا. قل الروح من أمر رب. في كل هذه المراحل في حروب طاحنة بتحصل جوه جواك عشان تترقى، زي انت في الدنيا لما تيجي تترقى وتاخد شهادة، شوف انت بتقعد تذاكر قد ايه وتروح وتصحى بدري وتاخد دروس وتحضر محاضرات وتشتري كتب وتتكلف قد ايه، على ما تيجي تخلص شهادة بيبقى تقلك، اتكلفت تقلك جهد ومال ووقت، وده منصب دنيوي تافه، فما بالك بقى الترقية في المناصب الإلهية عند الله عز وجل أشد من كده. بس بيحصل في الداخل محدش دريان بيه، إنما الحاجات الظاهرة التانية الناس شايفاك، أنت بقيت في الابتدائية بعد كده بقيت في الإعدادية بعد كده مش عارف اتخرجت بقيت مدير عام وزير بقيت قائد كبير بقيت أي حاجة من دي، فالناس شايفة الحاجات دي وشايفة جهادك، لكن اللي جوه القلب بقى معارك أشد وأطحن بتحصل في الطريق إلى الله، زي ما في طريقك في الدنيا بتوصل للعاعة من لعاعات الدنيا تبذل جهد، كذلك لكي تصل إلى مقام من المقامات مع الله بتحصل حروب طاحنة ومجهود شديد من الإنسان، وعلى قدر عزمك وصدقك مع الله على قدر المدد اللي يجي لك من الله، زي انت في الدنيا كده على قدر جهدك تطلع من الأوائل، على قد ما تقعد تذاكر وتجتهد تطلع من الأوائل، كذلك على قدر جهدك في الطاعة مع الله على قدر ما ربنا يرقيك أكثر. النور جند القلب كما أن الظلم جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار. لما ربنا بقى يريد في أثناء الحرب دي اللي بين نفسك وقلبك، واخد بالك ما احنا النفس اللي هي الحاجة ايه السيئة، واخد بالك ازاي، والقلب الحاجة اللي هي موزونة عندها نوع من التوازن النفسي بتميل كده وتميل كده، لكن مش ميلة خالص في جهة واحدة. أثناء الحرب دي لو ربنا يريد الخير ليك يروح يمدك بمدد الأنوار، فتبص تلاقي تروح غلبة الظلم تيجي تكشح. وعشان كده سيدنا رسول الله كان يقول ايه، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وفي بشري نورا وفي دمي نورا وفي عظمي نورا، اللهم اجعلني نورا. دي دعوة النبي
صلى الله عليه وسلم يطلب المدد النوراني من الله حتى يختلط بالجسد الشريف فيصير النبي صلى الله عليه وسلم نوراني، أي نوراني يعني إيه؟ نوراني حسا ومعنى، معنى أي أنك تهتدي به، وحسا ترى بالعين وتستشعر ذلك. ولذا كل من كان من وراث النبي صلى الله عليه وسلم تجد في نور، حتى ولو زنجي تجد أسمر زنجي من أفريقيا وتلاقي راجل مسلم صالح ذاكر كده تلاقي عليه نور، وتفرج عليهم في الحج تجد منهم ناس كده عليهم سمات الأولياء منورين وهم سود، وتفرج على واحد تاني زي بوش أشقر وأبيض وأحمر لكن مضلم، صح؟ يبقى في حاجة اسمها نور انت بتشوفه. حتى الناس العوام يقولك يا سلام الشيخ ده وشه منور، مش بتحصل؟ يبقى ينقلب الإنسان إلى نور حسا ومعنى، حسا يرى ومعنى بتلمس خطواته، فيصير دليلا وإماما للخير، هو ده الوارث الحقيقي. كل ده بمدد العناية من الله سبحانه وتعالى، لا بفضل منك أنت ولكن بتوفيق الله، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يريد منك الصدق مع الله فقط، صدق التوجه، يريد منك صدق التوجه والاجتهاد في السلوك فقط، ثم بعد ذلك تأتيك بعد ذلك محفة العناية والتوفيق فتنقلك من مقام إلى مقام عالي بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى. فيقول إيه؟ النور جند القلب كما أن الظلم جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. بيقول لك ايه هو امداد الظلمة اللي في القلب بتستمد قوتها منين؟ يعني الانوار تستمد قوتها من الله بقوة اليقين وبالعلم والمجاهدة، ده المدد بتاع الانوار يجي لك بالطريقة دي، بقوة اليقين الذي ليس معه شك، كويس؟ والعلم اللي معاه البصيرة اللي هي القلب، والإلهام ربنا سبحانه وتعالى يلهمك زي ما كان بيلهم سيدنا عمر، يبقى يقين لا شك معه وعلم معه بصيرة وإلهام من الله، دي المدد اللي بيجي من الأنوار. طب والمدد اللي بيجي للظلمة يقويها عكسهم، اليقين عكس الشك، طول ما الإنسان عنده شبهة وشك يفضل مدد الظلمة عنده قوي فتفضل نفسه غلبان ومودية في داهية، طول ما هو عنده شك في أي حاجة بقى في الأمور الحقائق الأصلية، كأن يكون عنده شك في 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 بعض حقائق النبوة، في شك في بعض حكمة الله سبحانه وتعالى من أمور خلقه، زي بعض الناس يقول لك ما هو لو ربنا عايزني اصلي كنت صليت، ويروح واخد نفس في الشيشه وقاعد على القهوه، فهو مش فاهم يعني ايه القضاء والقدر، مش فاهم يعني ايه الاختيار والتسيير، مش فاهمه، لانه مش فاهمه عنده شك، لانه عنده شك بقى مدد الظلم عنده قوي. فهمت المساله؟ يبقى مدد الظلم يجيله بالشك اللي هو عكس اليقين عند اللي عنده الانوار، ويجيله بالجهل عكس العلم اللي عنده الانوار. يعني مدد الانوار يحب العلم ويحب الايه اليقين الذي ليس معه شك، فياتي على ثمره العلم مع اليقين الالهام، توصل تبقى ملهم بقى، ربنا يلهمك الصواب، تلاقي نفسك في الامور المختلطه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. إذا اختلطت الأمور، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان بين الباطل، هو ده الإلهام بقى، بالتقوى يجي لك الإلهام، فالناس تلاقي الأمور ملتبسة وانت تلاقيها واضحة، الخير هو الشر هو، الناس شايفاها ملتبسة لكن انت شايفها واضحة. فهمت ازاي؟ ده اللي هو بيبقى يجي لك بالإلهام، ما هو كله من التوفيق، كل الحاجات دي اصلا مصدرها التوفيق، لكن احنا بنحاول نفصصها.
يبقى الانسان اللي عنده اللي عايز مدد الانوار عليه انه يزيل كل شك في قلبه قبل النبي وقبل الله عز وجل. وعلشان كده احنا مثلا بنقعد في درس الشفاء نقعد ننقي الاحاديث والايات المتعلقه بالانبياء اللي قد تعكر صفو عصمتهم حتى نزيل من قلوبنا كل شك متعلق بالانبياء. كويس. وبعدين في نفس الوقت لما نيجي نتناول علم التوحيد وصفات الله عز وجل نزيل من قلبنا كل شك متعلق بالله عز وجل وأن الله ليس كمثله شيء وأن الله سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال وأنه عادل سبحانه وتعالى ولا يظلم شيئا وأنه قاهر فوق عباده وأنه سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا يتصف في مكان حيث أنه خلق المكان ولا في جهة لأنه كان قبل الجهات. كل الحاجات دي علشان يزول من قلبك كل شك متعلق بالله وبالرسول. فإذا زال منك كل شك متعلق بذلك ارتميت في أحضان النبي فيوصلك إلى الله على طول. خلاص بقى هتبقى زي الجثة الهامدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما يشيلك يشيلك، مش هتناقش مش هتناقشه. ليه؟ لأن زال من قلبك كل شك وارتياب. يبقى علشان تزيل أمداد الظلمة التي سببها الشك والجهل، الشك والجهل، وبعد كده أخطر حاجة الرضا عن النفس. طول ما أنت راضي عن نفسك ومبسوط وتقول إيه يعني هو أنا هقطع نفسي بقى، ما كده كويس، ده أنا بذلت كل وسعي، ده ما فيش احسن من كده، في حد عمل زيي؟ فيبقى نايم كده مستمخ من نفسه راضي عن نفسه. فاذا توفر في الانسان الثلاث حاجات دول، الشك، ودي موجوده في نفوس ناس كثيرين ومسلمين بينا، تجد عنده شك في بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فعلاقته بالنبي من حيث الباطن مش علاقه خلق، لا كده يعني، زي ما كان سيدنا عمر في لحظه من اللحظات بيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فسيدنا عمر منه صريح مع نفسه، واضح مع نفسه، ما يعرفش يماري، وصرحته دي اللي وصلته. قال لسيدنا رسول الله والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. قال والله يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك كمان. ففي لحظة سيدنا عمر كان إيه قوي مع نفسه، في لحظة قال له أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسك، قال الآن يا عمر، يا دب وصلت. يبقى كان في نوع من العكننة في نفسه ما كانتش موصلة الوصول الكامل، فلما زال العكننة دي اللي هي الظلمة دي وحط مكانها النور، يبقى لابد انك انت تجالس العلماء علشان تزيل من قلبك كل شك وارتياب وتتعلم العلم اللي يوصلك. وتالت حاجة الا ترضى عن نفسك، تبقى باستمرار باستمرار غير راضي عن نفسك، شايف انك انت اقل واحد، وده كان حال الصحابة، لان شعورك انك انت اقل واحد هيخليك باستمرار عايز تبقى كويس. انما اول ما تقول وانا هقطع نفسي هتروح ايه تشد اللي حافه اتنين، مفيش اجتهاد بقى، ما انت خلاص بقى شايف نفسك عملت اللي عليك، ادام عملت اللي عليك هتعمل ايه؟ هتروح تنام. طب ما انت ياما هتنام في القبر، ايه يعني النوم يعني؟ هتجيب ايه من النوم؟ هتعود جسدك على النوم الكتير ملوش معنى. انت لما تعود نفسك على نوم قليل واكل قليل تستثمر عمرك وتستفيد بحياتك، تاكل كتير تقضي وقت طويل في النوم ووقت طويل في دوره الميه، ويبقى جسمك تقيل في الطاعه عشان هتتخن بقى وتكلبط، ولا ركبك عارفه تشيلك ولا عارف تصلي ولا تجتهد، وطول النهار قاعد تتاول وطول النهار عايز حاجه تهضم، واول ما تهضم جعت وعايز تاكل، طول النهار قاعد كده همك على كرشك وعلى شغلانه. انما لما تاكل، وعشان كده لما تبص لحال الصالحين والاولياء كان معظمهم ياكل وجبه واحده في اليوم او اتنين بالكتير، ولما كان ياكل وجبه او اتنين ما كانش يشبع ابدا، اكل خفيف خفيف. ليه؟ علشان يعرف يستثمر عمره بقى، لأن مدد الجسد كله مدد أرضي، فلما يكتر الأكل يرضى يكتر ارتباطه بالأرض، ولما يقل الأكل يقوم يقرب للتقوى، وعشان كده الصيام لعلكم تتقون على طول. كل ما قل الأكل قل ارتباطك، واخد بالك ازاي؟ وينشط جسدك،
وأحسن فكرة في الإنسان ونشاط هو ما بين الجوع والشبع. تبقى اللي انت جعان ولا شبعان، دي أحسن نشاط عند الإنسان. فحتى لما تيجي تاكل ما تشبعش، لأنك لو شبعت هتنام. وما تاكلش إلا إذا جوعت، إنما ما تاكلش تفاصة عشان انت بتحب الأكلة دي ولقيتها قدامك أكلها. ودي موجودة عند معظم الناس، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علامات القيامة من ضمن أحاديث، وإن كانت ليست بدرجة كبيرة من الصحة إلا أنها وردت من طرق كثيرة، إن من ضمن علامات الساعة إيه؟ استمنة، إن الناس التخمة، تنتشر التخمة والوزن الزائد. والوقت معظم كتب الجراحة والطب إن بيقولك أشهر مرض موجود في العالم الآن هو مرض الوزن الزائد، إن معظم البشرية الوقت وزنها أزيد من المعدل المظبوط بالنسبة للطول وللعرض. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وده جاي منين؟ لأن احنا تربينا لازم ناكل ثلاث وجبات. في عرق في القفا يقول العشاء العشاء. أنا كانت جدتي تقول لي كده لما أجي أنام من غير عشاء. تيجي تقول لي لا ده في عرق في القفا يقول العشاء العشاء. فلازم ناكل. ربونا على كده على الأكل. ناكل. أول ما نصحى من النوم أوعى تروح المدرسة إلا ولازم تفطر. تروح فاطر. تفطر. وفي المدرسة في الفسحة تروح كمان تجيب مش عارف ايه، واول ما تروح البيت تلاقي مامتك مودبه لك كل الشغل على الترابيزه، يا واد كل هتموت لو ما كلتش هتموت، ده انت وشك اصفر انت عارف تتحرك مسكين. يروح واكل يقوم طبعا ينام يشخر، يقوموه بالعافيه الساعه 6 ولا 7 عشان يلحق مش عارف الصلاه، ويا واد اقعد ذاكر، ذاكر له ساعتين قوم العشاء لحسن ده في عرق في القفا، يقول طول النهار قاعد يعلف في نفسه. وهكذا بقت حياتنا كده، مفيش وقت بقى للايه للهواتف الرحمانيه تخش، لان قاعد باستمرار بتتظبط. وعشان كده قالوا لاحد الصحابه، واحد من الصحابه يعني قاعد فبيقول له من التابعين بيقول له ما رايك في من ياكل مره في اليوم؟ قال ذلك اكل الصالحين. قال له طب مرتين؟ قال له يعني كده هتبقى مشكله لكن تمشي. قال له طب ايه رايك في ثلاثه؟ قال له اتخذ لك معلفه، يعني بقيت بقى بهيمه، هتاكل ثلاث مرات في اليوم تبقى هتبقى شغلانه، تبقى قاعد طول النهار بتعلف في نفسك فضيعت عمرك. وعلشان كده تجد في معظم كتب الروحانيات يوصيك تملي بقله الاكل، مش لدرجه انك انت يجي لك انيميا بقى وتموت وتقول الشيخ قال لي كده، لا يعني بالعقل. قله الاكل اللي هي يعني تاكل بقدر الضروره اللي بيها يبقى عندك القوه اللي تعينك على فعل الطاعات، ما يبقاش عندك لا انيميا ولا ضعف ولا الكلام ده كله، لكن ما يبقاش عندك تخن وكرش وعايز اعمل شفط دهون واشد البطن واعمل مش عارف ايه وركبي والحقوني الكلام ده لا. يبقى المدد النوراني سبب اليقين الذي ليس معه شك، والعلم الذي ليس معه الذي معه بصيره مش اي علم. طب ما انت عندك علماء كتيره في اوروبا ما عندهمش بصيره، ما وصلوش الى الله من خلال العلم، يبقى ده علم بغير بصيره. العلم اللي ببصيره هو العلم اللي يوصل الى الله. وتالت حاجة عدم الرضا عن النفس. وأنا حكيت لكم قصة سيدي الشعراني زمان لما كان راجل علامة كبير وحاسس إن بالرغم علمه ده مش واصل إلى الله، حاسس إنه محجوب عن الله، مش حاسس حلاوة العبادة ولا الطاعة. فبقى إيه الإحساس ده بيؤلمه. يقعد يدي للناس دروس، الناس كلها تعيط وهو مش متأثر، مع إن الناس بتعيط بكلام وهو نفسه ما بيعيطش من كلام ولا متأثر بكلام. فكل الناس متأثرة وهو مش متأثر، بقى متضايق من نفسه قوي من الحكاية دي. فسأل على يعمل ايه؟ قالوا له في راجل اسمه الشيخ الخواص موجود في الروضة، كان قاعد في الروضة هنا على النيل، وكان ليه خوص كده من خوص كان يقعد فيه يعبد ربنا فيه. راجل صالح من الأولياء معاصر للشيخ أبواب الشعراني. قالوا له روح للشيخ الخواص هناك في الروضة في قلعة في جزيرة الروضة، كانوا يسموها جزيرة الروضة زمان وهي ما زالت جزيرة. فراح له، فأول ما دخل له قال له إيه؟ قال له ما تجنيش إلا لما تقبل إيد أقل الناس. قاعد بقى يلف يشوف مين أقل الناس، مش عارف، شهر اتنين تلاتة مش عارف مين أقل الناس. وبعدين إيه؟ شاف مرة واحدة كده بتضرب الودع، فقال أهي دي بتاكل من حرام وجهلة وبتعمل شغل وحش، هي دي أقل الناس. فجاي يقرب جنبها وعايز يتمحك ليها كده عشان يقبل إيدها ويروح لشيخه. قالت له انت مش ده اقل مني؟
ما تشوف شيخك قال لك ايه، طلعت من الأولية اللي هو شافها قال للناس، طلعت من الأولية الكبار. فراح طلع ماشي، كان قاعد في باب الشعرية، هو كان جنبيه حارة اليهود، جنبيه كده حتة اسمها حارة اليهود. فقال انا هروح انا في حارة اليهود دي، اهم دول يهود ولاد كلب، ما فيش اقل من كده بقى. فراح قاعد على الدكة كده، وقاعد جنبه واحد تاني كده، فقال له ممكن توريني ايدك؟ قال له وانت مش لاقي اقل مني؟ شيخك قال لك قبل ايد اقل الناس، قبل ايد نفسك وروح، انت اقل الناس. شفت المعنى؟ يبقى طلع انه كان محجوب عشان راضي عن نفسه، شايف انه هو احسن من الناس، اعلم من الناس، افقه من الناس، عبادته احسن من الناس، شايف نفسه حبتين. فلما شاف نفسه حبتين حجب عن الله بنفسه. فهمت المسألة؟ فلما ايه راح لشيخه قال له اقل الناس، قبل ايد نفسه قدام شيخه. فوصل، فيها تفاصيل اخرى نبقى نقولها بعدين، هو ما وصلش الا بعد ما عمل ثلاث حاجات دي، حاجة منه. لكن الخلاصة الرضا بالنفس حجاب شديد، حجاب ظلماني، هنقولها بعد ما هنقولناها كتير، لكن احنا عايزين ناخد ايه الحاجة اللي تفيدنا النهاردة. انك انت، وعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما بيقول لو نادى منادي يوم القيامة كل بني آدم في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. شوف بقى أنت، سيدنا عمر شايف نفسه أقل واحد في الأمة، مع أنه هو نمرة اثنين، لكن هو شايف نفسه، إحنا بنقول عليه نمرة اثنين، لكن هو بينه وبين نفسه وزن نفسه أقل واحد. شفت قد إيه؟ وعشان كده إذا تواضعت لله رفعك. سيدنا أبو بكر يقول لو دخلت إحدى قدمي الجنة والثانية خارجها ما أمنت مكر الله. شايف نفسه أنه ما يستحقش حاجة، أنه ممكن في أي لحظة ربنا يكرشه، لأنه مش داخلها كده بصدره. وأنت لو صليت معانا يوم تقول أنا شجيع السيمة، صلينا 20 ركعة بجزئين، إيه الحلاوة دي؟ الله يا واد، وماشي منفوخ. وهم كان الواحد فيهم يقعد في الجلسة واحدة كان يتصدق بمئة ألف دينار بين المغرب والعشاء، بمئة ألف دينار. سيدنا عبد الله بن عمر كان يجي له العطاء بتاعه، كان يتصدق بيه عطاء اللي هيكفيه طول السنه، يروح متصدق بيه بين المغرب والعشاء، ويروح بيته ما فيش في جيبه ولا حاجه منه. هتروح انت فين فيهم؟ وهم بالرغم من كده ما كانوش راضيين عن نفسهم، وانت وانا الغلابه يا سلام راضيين قوي مبسوطين. ده علامه الجهل، دي علامات الجهل، الرضا بالنفس. فهمت ازاي؟ ولان اللي راضي عن نفسه ابليس، فهي علامه ابليسيه. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا مفيش أحلى مني، أنا آخر وجهه، وكنت بعبدك وبعمل آخر أحلى شغل، ليه تخلقه من طين وبتاع؟ وبعدين تقول لي اسجد له، اسجد له إيه؟ ده أنا أحلى منه وأحسن منه، وأعرف أتنطط وأعمل وشايف وعارف وفاهم، واد حرك أهو، راضي عن نفسه تماما. فالرضا عن النفس وده ده. فهمت إزاي؟ فالرضا عن النفس أس كل معصية كبيرة. وعلشان كده المدد الظلماني يجي من ثلاث حاجات: الشك والجهل والرضا عن النفس. والمدد النوراني يجي بالتلاتة عكسهم: اليقين الذي لا شك معه، والعلم اللي مع البصيرة، وعدم الرضا عن النفس. وكفاية علينا النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حكمة اليوم متعلقة بآداب المريد مع شيخه، وآداب السالك مع الله ومع رسوله ومع إخوانه، وهي حكمة هامة. يقول فيها: من جهل المريد. يعني إيه المريد؟ المريد اللي هو مريد الله عز وجل، يعني الذي همته أنه يوصل لله، لله سبحانه وتعالى. من كانت همته وإرادته كلها للوصول إلى الله يسمى مريد. كويس؟ فهذا المريد أحيانا يبقى عنده بعض الجهل وهو في طريقه إلى الله، يبقى عنده بعض الجهل. يحصل له الجهل ده من إيه؟ إحنا قلنا في الحكمة السابقة: ولئن شكرتم لأزيدنكم، إن الشكر عقال النعمة. فإذا شكرت عقلتها، يعني حبستها وتبقى قابلة للزيادة، وإن لم تشكر تضيع النعمة وتقل. فأحيانا المريد يحصل له مشكلة إنه يسيء الأدب، فيبقى كأنه ما شكرش النعمة، وفي نفس الوقت يشعر انه هو ما قلش، يشعر انه ما قلش، عبادته زي ما هي وحاله زي ما هو.
فيقوم يفتكر ان هو كده ما اساءش وهو في الاساءة. فهمت؟ فدي نقطة هامة ياخد باله منها المريد. وعشان كده قال من جهل المريد ان يسيء الادب، يسيء الادب مع اخوانه المسلمين، او يسيء الادب مع مشايخه، او يسيء الادب مع الله ورسوله في خلوته او جلوته. يبقى إساءة الادب ممكن تتعلق بحدود الله، يبقى بينه وبين الله، بعلاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم التوقير الواجب، ولا يتبع سنته لاتباع المطلوب، ولا يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع المطلوب، ولا يكون حب النبي في قلبه بالدرجة المطلوبة. وقد يسيء الأدب إلى إخوانه فيسخر من هذا، أو يستضعف آخر، أو يظن أن هناك حقير من هو أدنى منه وغير ذلك. ويسيء الأدب مع شيخه فينظر إلى مواضع النقص في شيخه، أو يفاضل شيخا على شيخ أو وليا على ولي، وهذا لا يليق، لأن الأولياء وإن كانوا هم متفاضلين فيما بينهم إلا أن الذي يفضلهم هو الله لا أنت، فلا تجلس وتقول إن فلان أفضل من فلان في الولاية وإن فلان أعلى من فلان ما يليقش، لأن ده سر بين الولي وربه، فلا يليق، لأن دي تبقى غيبة للأولياء، وغيبة الأولياء شديدة ولو كانوا أموات، لأن الولي حي في قبره، فلا يليق. وعلشان كده تمثيل حياة الأولياء والصالحين غيبة شديدة تؤذي الأولياء في قبوره، وهي من المحرمات قطعا إن احنا نمثل حياتهم ونجيبهم ونصورهم للناس في صورة ممثلين، ونجيب زوجاتهم وبناتهم والحاجات دي كلها، لا يليق، لأنهم يتأذوا. أنت لا تقبل إن هم يمثلوا حياتك ويجيبوا زوجتك في صورة امرأة ممثلة غنية كانت من يومين بتمثل في فيلم بترقص، ويعملوها لك زوجتك في التمثيلية مثلا، أو يعملوها لك بنتك، أو يعملوك إنك أنت راجل كنت عايش طول عمرك في قصص حب وهيام وقاعد تسمع موسيقى زي ما عملوا مع ابن حزم، وابن حزم لأنه أحل الموسيقى طلعوه إنه قاعد طول النهار يسمع موسيقى، واخد بالك؟ ما كانش بيسمع موسيقى، دي مسألة فقهية، هو نظره في الفقه لقاها إن هي ممكن تبقى مباحة لأنها صوت، لكن مش معنى كده قاعد طول النهار بالرقي. طب ما حصلش. فدي ناس للأسف أونطجية يسيء الأدب مع الأولياء، وعلشان كده قد يفعل الإنسان مثل هذه الأشياء، فيجد نفسه بعدما كان في الطاعة على مستوى عالي وعلى قدم عالي، بسبب هذه الإساءة تلاقيه صلب ما هو فيه، لأن الغيبة من الكبائر الشديدة اللي حرمها الله عز وجل. ولذا يقول من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه. فلما تؤخر العقوبة يعني يلاقي نفس الأمور ماشية زي ما هي، هو قاعد بيعك وفي بعض التقصير، وبالرغم من كده شايف أن العقوبة تأخرت، يعني الأمور ماشية زي ما هي، فيقول لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب البعاد، فيعتبر أن دي مش إساءة أدب، لأنه هو ترجمها كده، قال طالما أنا مستمر فيما أنا فيه من خير، إذا كان لي أوراد مواظب عليها، إذا كان لي عبادات بيأديها زي ما هو، ما فيش مشاكل، لا قوته ولا همته قلت في الطاعة، ولا تأثر ماله ولا تأثر عافيته، فأموره مستقرة، وهو بيسيء الأدب فيجي يقول ما هو لو كانت إساءة الأدب دي وحشة، اللي أنا عملته ده كان وحش، كان ربنا عاقبني بقطع المدد أو بعدم الاستمرار فيما أنا فيه. فبيبين له بقى، بيقول له إيه، فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد، كفاية أن ربنا ما يرقهوش، دي في حد ذاتها قطع، لأن الدرجات عند الله لا نهائية لا يعلمها إلا الله. فلما يجي يوقفك على درجة أنت كنت ماشي بتطلع سلم الولاية درجة درجة مسرع، فلما جاء هذا الإنسان المسرع في الصعود مع الله أساء الأدب، صار بعدما كان مسرعا في الصعود صار على درجة واحدة لا يعلو عنها درجة، صحيح هو منزلش لكن ثبت، يبقى الثبات في حد ذاته الناس كلها سبقاه، يبقى هو في نقص. فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد، فأقل حاجة نقول فيها إنه ما يزيدش ما يترقاش. تصور انت وانت في وظيفتك كده يقولوا لك خلاص انت لو وصلت للرتبة الفلانية مش هتترقى تاني، فاول ما توصل لها خلاص يقل اجتهادك، يقل لان مش منتظر حاجة تانية، خلاص فهمت المسألة؟
وتعتبر نفسك في نقص لان في غيرك بيترقى عنك بعد كده هيبقى رئيسك بعد كده بعد ما كان من عيالك بقى رئيسك بعد ما كان من تلامذتك بقى شيخك فهمت. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ودي حسرة شديدة ان الانسان يجد كل الناس وصلت الى الله وهو ما زال محجوبا في حسه ومحجوبا في حاله وما زال يعاني قسوة الحجاب عن الله عز وجل وما زال هو في العبادة ولا يجد لها لذة وما زال في الذكر ولا يجد فيه حضور وغير ذلك مما يعانيه ويقاسيه الذي يريد وجه الله عز وجل. فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد. وقد تقام مقام البعد وأنت لا تدري ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. يعني إما يمنع المزيد فتثبت أو يخليك وما تريد فيه من حس فتعيش محجوب في الحس ولا تتدرج. وعلشان كده الإنسان عليه أن يراعي الأدب مع الله ومع رسوله ومع المشايخ والعلماء ومع المسلمين. يراقب نفسه ليل نهار كده. ممكن استهتار واستهزاء بمسلم يأخرك في العبادة سنوات. رتبه زي ما انت عايز بس احنا الاول عايزين نقول ايه كلام عام الاول. طبعا طبعا اصل هو كله بيصب ببعض. اللي هيراقب ربه هيحترم خلق الله جميعا واخد بالك. وعشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترم الخلق جميعا حتى الدواب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها باحترام ويعظم النعمة صلى الله عليه وسلم. يعني حتى النعمة وان دقت كان يعظمها صلى الله عليه وسلم. كان اذا دعي على دهن شاه سنخة يعني عارف يعني لية شاه وسنخة يعني ايه يعني ابتدت يحصل فيها بعض الفساد يعني متخزن يعني انت يمكن ما ترداش تاكل ويعملوا له عزومة يدعو عليها كان النبي يقبل وكان يعظم النعمة صلى الله عليه وسلم وان دقت صلى الله عليه وسلم. مين كان يعفو ويصفح وكان لا يغضب إلا لله صلى الله عليه وسلم وكان إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاح. يعني ما يقعدش بقى يبحلق فيه كده لا يعني ما يبصلوش علشان إيه ما يتضايقش أكتر. أعرض وأشاح صلى الله عليه وسلم وكان أشد حياء من العذراء في خدره. مش يروح يواجه كده البني آدم كده عينه في عينه ويقول له أنت مجرم أنت قليل الأدب ويخش فيه شملاء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلاقي واحد عامل حاجة يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا الأولى بهم أن يفعلوا كذا. يعني ما كانش يدي النصيحة بالمباشرة كده لأن واخد بالك. فنيجي نشوف هنا وانت عايز درس خصوصي ما ينفعش يا حاتم تاخد درس خصوصي. خلينا الأول مع الناس وبعدين درس خصوصي بقى. اما خلص الدرس يعني انت مثلا في الاكوان ممكن تجد شجرة كبيرة مترعرعة وليها فروع ويقطع عنها الماء فلا تشرب لكن تظل الشجرة في حالها كده سنوات وانت مش عارف ان مقطوع عنها الماء لكن هي بتدبل بالتدريج وتغرب عنها الحياة تدريجيا دون ان تشعر انت لحد بعد سنوات ما تلاقي بقى ايه ورقها الاخضر ده ابتدى يبقى دابل وثمرها مش عايز يطلع بعد زي ما كان لان قطع عنها المدد. وعلشان كده ممكن يقطع المدد عن قلب المريد ويظل كما هو واقف في حاله في العباده كما هو ولا يطرأ عليه الذبول الا تدريجيا. فهمت ازاي؟ وعلشان كده الواحد يراعي الادب في كل لحظه وما يفتكرش ان هو طالما اساء للناس وهو ما زال على ما هو عليه من حال عالي إن ربنا سبحانه وتعالى عدها له، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر للكعبة وقال إلا إن حرمتك عند الله كبيرة وحرمة المسلم عند الله أشد. فتصور أنت بقى المسلم حرمته أكتر من الكعبة، فشوف أنت في كام مليار مسلم بمليار كعبة ماشيين في الشوارع كده، كل دي كعبة ماشية. خد بالك هو أعلى من الكعبة حرمته. لكن هنفرض جدلا انه هو حرمته زي الكعبة. فلما تيجي تتعامل مع مسلم هذا المسلم ولو تكن زوجتك او ابنك او ابوك او امك او الخادم اللي عندك او الساعي اللي في مكتبك
او اي حد اي طالما مسلم حرمته شديدة عند الله، لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يدخل الانسان الجنة بانه يدخل السرور على قلب مسلم. فتصور يبقى المسلم ده غالي ايه عند الله، لدرجة ان اذا ادخلت السرور على قلب ربنا يدخلك الجنة، عشان الخصلة دي خصلة ادخال السرور على قلب المسلم. فالمسلم ده سم وترياق، سم شديد اذا اذيته وعكننته وفورت دمه وسخرت منه بغير حق، بغير حق، لانه ممكن يبقى الحق خلاص اساء ليك ظلمك بتاع، روح اشتكيه بقى وخد حقك منه ما يضرش، او ان تعفو وتصفحوا خير، لكن لو ما استطعتش تصفح خد حقك منه ما يضرش، لكن بدون اساءة ادب وبدون ما تقل ادبك عليه. يعني معاوية بن ابي سفيان وسيدنا علي بن ابي طالب لما اتخانقوا وتحاربوا لدرجة رفعوا السيف قدام بعض، ما حصلش ان سيدنا علي اغتاب معاوية ولا سيدنا معاوية قاعد يغتاب سيدنا علي ابدا، كانوا يحاربوا بعض ويجوا بالليل كل واحد في مجلسه يذكر الثاني، ما يذكروش الا بكل خير. تصور الصحابة كده يبقوا بيحاربوا بعض بالنهار ويجوا يجيبوا سير سيدنا علي لمعاوية بن ابي سفيان عينيه دمة شوقا لحاله. فهمت حالهم تاني، يعني حتى حروبهم مع بعض غير حروبنا احنا مع بعض. انت لو واحد عكننك وضايقك شوية ودافع على رجلك تبقى عايز تشوف الدم بتاعه يسيل على الارض، لانك راجل غلاوي في قلبك، في غل وفي حرص وحب الظهور وحب السيطرة وحب التشفي، كل دي امراض قلوب لازم تخلص منها. شوف النبي ما كانش قلبه عنده تشفي ابدا، شوف في فتح مكة عمل ايه، مفيش التشفي ده. لو واحد مكان النبي، والله اللي بيكذبوا بنبوة النبي لو شافوا موقف النبي بس فتح مكة وعملوا ايه في قريش قبل كده، هو عمل ايه فيهم لما تمكن منهم، لا يعرفوا ان ده نبي، لا يمكن يقدر الموقف ده يعمله الا نبي، لانه لو انسان عادي ما كانش عمل كده. لو انسان عادي ده لازم كان قتلهم ودبحهم وحرقهم وعمل فيهم كل، وساعتها ما حدش هيعيب عليه ولا يقول له انت ليه بتعمل فيهم خالص، لكن لا يقدر على هذه الفعل الا نبي. فشوف انت النبي، شوف انت سيدنا يوسف لما اخواته عملوا في ايه، رموه في البئر وحاول يتسلق البئر بقوم يرموا عليه الحجاره وسابوه في ظلام البئر تحت وراحوا لابوه، وهم مش عارفين في البئر ده هيموت ولا هيعيش ولا هيعمل ايه. وبعدين انبنى على ذلك ان سيدنا يوسف عاش فتره طويله من عمره، يمكن يقال حوالي 50 سنة على ما اخواته رجعوا له، 50 سنة منها فتره في السجن وفتره خادم عند امرأة العزيز وفترة تانية في 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 خدمة الملك، كل دي سنوات طويلة بعيد عن اهلي وفي غربة، كل ده بسبب اخواته. اول ما شافهم واخواته قالوا ايه، واخد بالك، فقال لهم ايه، لا تثريب عليكم اليوم. ولما قابل ابوه سيدنا يعقوب قال ايه، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي، يعني جاب العيب على الشيطان ما جابش العيب على اخواته. شوف الجمال، المسلمين لما يظلموك يبقى ليك اسوة حسنة. تشوف انت سيدنا يوسف عمل ايه مع اخواته، تشوف سيدنا محمد عمل ايه مع الكفار، وانا بقولك ما تعملش كده مع الكفار، انا بقولك اعمل كده مع المسلمين. سيدنا محمد عمل كده مع الكفار، وانا بقولك اعمل كده مع المسلمين، مع اخوك، مع جارك، مع عمك، مع خالك، مع عمتك، مع الناس اللي غايزينك، اعمل كده مع رئيسك في العمل، مع مرؤوسك. دائرتك ضيقة مش زي دائرة النبي، دائرة النبي دائرة واسعة صلى الله عليه وآله وسلم. وكفاية ان ربنا يخلي الانسان مرمي في حسه وفي اعتماده على ما هو عليه من دنيا فتحها له سبحانه وتعالى واعطاها اياه، والدنيا في حقيقتها حية تسعى. لان شوف انت مثلا لما سيدنا موسى سأل ربه وما تلك بيمينك يا موسى، سيدنا موسى مسافر وكان خارج مع أهله مسافر، والمسافر زمان كان كل ما يملك من حال هي عصايته يتكئ عليها ويروح عاملها على ظهره كده، يحط فيها الحمل بتاعه ويشيلها، ولما يجي ينام يحطها جنبه علشان لو طلع سبع عليه ولا حاجة يروح ضربه بيها، يعني هي كل حاجه. فبيقول له يعني هي دنيتك،
يعني هي رصيده. فقال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، يعني هي دنياي، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لي فيها استعمالات كتير. فربنا قال له إيه؟ ألقيها يا موسى، ألقي دنياك دي اللي أنت معتمد عليها وشوفها على حقيقتها، فإذا هي حية تسعى. فلما عرف أنها حية تسعى جري وخاف. فربنا سبحانه وتعالى قال له طالما عرفت حقيقتها بقى الآن خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. كذلك كل إنسان دنيته هي عصا سيدنا موسى، فإذا علم أنها حية تسعى أخذها ولا يخاف منها، لأنه يتعامل معها بحذر وتكون في يده لا في قلبه. لكن لو ما كانش عارف حقيقتها تدخل في قلبه. فيكفي عقاب المريد المسيء الأدب أن ربنا يتركه وشهواته، يتركه ودنياه وهي حية تسعى تأكل ما في قلبه من مدد. فهمت المسألة؟ فالأداب مع الله على حسب حالك، لأن في عوام وفي خواص وخواص الخواص. أدب العوام على قد علمه، هيبقى أدبه مع الله على قد علمه بالله، وأدبه مع رسول الله على قد علمه برسول الله، وأدبه مع الناس على قد علمه، لأنه ده إنسان عامي. لما يبقى عنده بعض الخصوص وعنده بعض العلوم المناسبة يبتدي بقى إيه؟ يرتقي. إذا كان بقى من خواص الخواص، يعني من خلاصة الخلاصة، هيبقى ليه أدب ثاني. فالعوام أدبهم مع الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ومع رسوله باتباع السنة ومجانبة البدع ومجانبة أهل البدع. فإذا قصر في الاتباع يعاقب، ربنا يعاقبه، لأن هو مقامه كده الاتباع الظاهري. صحيح في انقياد باطني، لكن انقياد مش خالص، لأنه مازال ليه علاقة بالدنيا متعلق بيها، وربنا بيعذره لهذا التعلق لأنه مقامه كده. ودول عوام أهل الجنة، معظم أهل اليمين كده، هيتعاملوا مع الأسباب ويتأثروا بيها شوية، ويعلموا أن من وراء الأسباب أن هناك إله خالق رازق قوي متين، والأسباب ليست فاعلة، وإن كان هو الأسباب في قلبه، ويعلم أنها ليست فاعلة لكن في قلبه، لأنه عامل عوام. فربنا بيعديها له لأن مقامه كده. زي أنت لما تيجي تمتحن عيل في كي جي 1 ويغلط في جدول الدار بتعديه له وتنجحه برضه. فهمت ازاي؟ تنجح. لكن لما تيجي تمتحنه وهو في الابتدائيه يمكن تسقط في السؤال اللي انت قبلت ان الثاني. فكل واحد على حسب مقامه. والخواص ادبهم مع الله الاكثار من ذكر الله، الذكر القلبي مش البسبسه باللسان وخلاص، الذكر القلبي، يعني يبقى ذاكر لله ومراقب لله عز وجل في كل الأحوال. وإحنا قايلين إن ذكر الله وشكر الله سبحانه وتعالى متعلق باللسان والذكر وبالقلب، ألا يرى مع الله منعم، وبالجوارح إن يؤدي حق الله في جوارحه. ومع الرسول صلى الله عليه وسلم الخواص بقى يؤثروا محبته على ما سواه، والاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه. وما عندهمش بقى يقول لك ده سنة وده واجب وده بتاع، لا، حاجة عملها النبي يعملها على طول، مش يقول أنا هعمل الواجبات بس، لا دي سنة بقى مش مهمة، لا، عنده كل حاجة مهمة طالما عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التمييز ده للفقهاء، لكن عند الخواص في الفعل ما يميز، لكن في التعليم يميز، يعرف إن دي واجب ودي سنة ودي مستحبة ودي مكرومة ودي وهكذا. وخواص الخواص اللي هم الواصلون بقى أدبهم مع الله بالتواضع معه في كل شيء والتعظيم لكل شيء، لأن كل شيء هو فعل الله في الكون، فيعظم كل فعل ويعظم كل شيء ولا يحتقر شيء، ما يستهونش بشيء أبدا ولو بعوضة. شوف، ما يستهونش بحاجة أبدا، كل حاجة لله فيها آية، فيعظم كل شيء لأنه من الله، لأنه يرى الفاعل. ويرى تجلياته في الجلال والجمال، تعرفات الله لها تعرفات جمالية وتعرفات جلالية، فيرى الله في كل شيء فلا يجهله في شيء.
ومع رسوله بالتحقق بحسبه الروحاني وتعظيم أمته، لأن أمة النبي، النبي كان هم كل أمته، فإذا أنت تحققت بحب النبي فتلاقي الهم النبي هو همك، وما يعظمه النبي أنت تعظمه. فكان النبي يعظم أمته ويحب أمته ورؤوف عليهم شفوق عليهم، فتلاقي نفسك عندك شفقة على المسلمين وعندك رحمة بهم وتواضع لهم. والآداب بقى التي تكون مع الشيخ، انه لا يتلمس الخطأ لشيخه. في الشيخ المربي وفي شيخ الناصح، والشيخ المربي في هذا الزمن بقى نادر، لو وقعت عليه كأنك وقعت على الذهب، المس بقى اعتابه ما تتركوش لو وقعت على الشيخ المربي. لكن اغلب المشايخ في هذا الزمان مشايخ ناصحين وليسوا مربين، فالشيخ المربي له آداب. الشيخ المربي انك تسيب نفسك معاك الميت في يد مغسله، زي ما يقولك اعمل خلاص. لانه شوف انت لما يجي الدكتور يجي له العيان ويعمل له جراحة بيعمل فيه ايه؟ بيبنجه يعني عشان ما يحسش، ويقعد يقطع فيه زي ما عايز عشان ما يحسش خالص، وبعد ما يقطع فيه تمام ويوضب كل حاجة ويشيل المرض منه يقول للدكتور التخدير فوقه بقى فيرجع لحسه تاني. كذلك انت بتروح لشيخك المربي وانت فيك المرض العضال جوه قلبك، فعايز تعالج هذا القلب وتخرج منه الامراض دي، فلازم تدنج نفسك وتسيبه لما يخلص الجراحة اللي هو يستخلص منها كل ما يحجبك عن الله، فهمت؟ فعلشان كده يقول لك لازم تبقى معاه كالميت. وان امرك بخطأ في الظاهر، انت ترى خطأ مش في الشرع، هو مش هيأمرك بخطأ شرعا، لكن قد يكون خطأ في الدنيا مثلا، يعني يقول لك مثلا زي ما راح الشيخ الخواص قال للشيخ عبد الوهاب الشعراني لما راح له تاني مرة، اول مرة قال له قبل ايد اي احقر الناس او اقل الناس، فبعد ما عرف ان هو اقل الناس وقبل ايد نفسه ودخل له قال له ما تجليش الا لما تحرق كل كتبك. الله، بقى كتبه اللي قضى عمره كله يجمعها، والكتب بالنسبة للعالم اغلى يمكن من ضناه. شوف قد ايه يعني عنده مكتبته دي اغلى من ولاده، لانه عارف قيمة كل كتاب وازاي تصنف والمعلومات اللي فيه دي اتجمعت ازاي، يعني عارف الجهد البشري الخرافي اللي اتصنفت بيه هذه الكتب وملأت بيه مكتبته. فبالنسبة له المكتبة دي حاجة زي بالنسبة للفلاح الارض، عنده ارضه يمكن اغلى من ابنه، يقول لك لو ابنه يمكن يموت ولا ارضه حد ياخدها منه. لدرجة ان احنا زمان في الارياف مرة حصل صوات، كنت مع والدي صوات جامد في بيت جنبنا، فانا افتكرت واحد مات، طلعت الجاموسة ماتت، الجاموسة ماتت عندهم، في حين ان كان من مدة كان ميت لهم عيلة صغيرة ما صوتوش كده، ولما ماتت الجاموسة صوتوا بالطريقة دي وزعلوا وفزعوا لانهم عايشين من لبنها، قاعدين ياكلوا من لبنها ويعملوا يعني شغلانة كأن بالظبط كانوا فاتحين دكانة واتخربت. فالناس بتضايق. فشوف انت بقى لما يروح للشيخ الخواص يقول له ايه؟ يقول له احرق كتبك كلها، ما تجليش تاني زيارة بعد ما قبل ايد نفسه، او ده في ظاهره خطأ صح؟ يعني الفعل ده في ظاهره خطأ، فالعلماء يقول لك خطأ الشيخ خير من صواب المريد، خطأ الشيخ خير من صواب المريد. فقعد الشيخ الشعراني ما يروحلوش، ما هو قال له ما تجليش الا لما تحرق كتبك، قال له طيب، راح بيته وبص لكتبه مش هين عليه، قعد كده فترة اسبوع اتنين تلاتة شهر مش هين عليه يعمل فيها حاجة ولا يمستهب اي سوء كتب، ولكن بسبب شدة الحجاب وحرقة الحجاب في الاخر قال والله انا حرقها واخلص منها، فراح حرقها وتخلص منها وراح له قال له الان يفتح عليك. طلع ان كان محجوب عن الله بعلمه وبنفسه، فلما عرف ان نفسه ولا حاجة وان علمه خلاص استغنى عنه، ربنا بقى علمه من لدنه علم. يبقى الشيخ هنا كان مشخص الداء بتاعه ان هو محجوب بالعلم عن المعلوم وشايف في نفسه الخصوصية، فخلصه من خصوصية نفسه بانه اثبت له ان هو اقل الناس
وخلصه من العلم اللي هو حاجبه بانه قال له احرق الكتب دي. يبقى لو ما كانش سمع كلام شيخه ومشي ورا نفسه كان يفضل محجوب بعلمه عن المعلوم. فهمت المسألة؟ وعلشان كده صواب الشيخ خير من خطأ، خطأ الشيخ خير من صواب المريد. في الظاهر، ما هو انت من وجهة نظرك في الاول لما هيقول لك كده هتجدها خطأ. فهمت؟ شايفها كده زي ما سيدنا عبد الوهاب الشعراني شافها كده في الاول، ازاي احرق كتبي دي؟ ده قضى عمره كله وكان شيخ لازم، كان راجل علامة كبير، واخد بالك؟ زي سيدنا الخضر مثلا. ففي ظاهرها كده شكلها خطأ، لكن في الحقيقة فيها الشفاء. فهمت المسألة؟ وإذا كان شيخ النصيحة يبقى لازم تغض طرفك عن أخطائه، وكذلك شيخ التربية، لأن شيخ التربية وشيخ النصيحة مش معصوم، مش نبي هو، ممكن تجد ليه في بعض القصور، فإذا نظرت لقصوره حجبت عن كماله، لأن هو إن كان في بعض القصور فالقصور اللي فيه قصور البشرية. ممكن تجد بعض المشايخ ينام كتير، تقول يا شيخي ده انت في نظرك عامل شيخ تفصيل في مخ، انا الشيخ اللي انا عايزه شيخ طول الليل بيصلي وطول النهار بيصوم وما بياكلش الا وجبه واحده، واخد بالك ازاي؟ وطول النهار قاعد ذاكر وحافظ القران كله ما يغلطش في ايه، وحافظ الاحاديث كلها ما يغلطش في حكم فقه، هو ده الشيخ التفصيل اللي في مخ؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يوري لك شيخ يكون هو اللي في ايده الشيخ، بس مش زي الشيخ اللي انت مفصله في مخك، فتجد ان الشيخ اللي انت مفصله في مخك غير الشيخ اللي انت شايفه ده، فتشوف فيه النقص، تقوم تحجب بنقصه عن كماله. فاهم؟ فتحرم. زي انت مثلا الوقت لما تروح يقول لك الدكتور، تكون انت مثلا عندك مرض ما، نسال الله لنا ولك السلامه، انا بدي لك مثال يعني. يكون انسان ما عنده مرض ويقولوا له الطبيب فلان الفلاني ده اشطر طبيب في المرض ده، ده راجل علامة، تيجي اول ما تخش له وانت عارف ان مرضك مثلا من التدخين، اول ما تخش العيادة تلاقي الدكتور قاعد بيحفر سيجارة من سيجارة ومولع بايب وعامل شغل جامد مدخنة، فاول ما هتخش فهو ده اللي هيعالجني، اذا كنت انا مريض من التدخين وهو بيدخن دكتور ايه ده يا عم، تروح واخد بعضك وتنك مروح، في حين ان علاجك عنده بالرغم ان هو فيه النقص ده لكن علاجك عنده. وعلشان كده ما تبصش لنقص الناس، لان اذا كان عنده جانب نقص ففي جانب كمال تاني، فانت تاخد جانب الكمال من البني ادم ولكش دعوه بنقص. لما اعتبروا الكفار ان البشريه نقص حجبوا بالبشريه عن النبوه فكفروا بالانبياء، صح؟ قالوا اللي بياكلوا ويشربوا ويروحوا الاسواق، احنا ما احنا عايزين ملك، هم عاملين الرسول تمثال في ذهنهم للرسول حاجة تانية، لا يأكل ولا يشرب ولا يروح الأسواق ولا يتزوج النساء ولا ولا ولا، يجي لهم رسول كده ممكن يصدقوه شوية، لكن لو جالهم رسول تاني بشر يأكل ويشرب ويتزوج النساء ويمشي في الأسواق، لا مش هو ده الشيخ اللي احنا عايزينه ولا ده النبي اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نبي تاني اللي في مخنا. فيحجبوا بالبشرية عن الخصوص عن النبوة، وعشان كده اللي حجب الكفار اصلا عن اتباع النبي هي بشريه النبي، واللي خلى الصحابه تتبع النبي ان هم ما نظروش لبشريته، نظروا لنبوته، نظروا لجانب الخصوصيه، وان كان هو في بشريته على اعلى درجه من البشريه، مش بشريه دنيه، ده بشريه عاليه، لكن بالرغم بشريته العاليه دي الا ان الكفار اعتبروا البشريه نقص، فلما نظروا للبشريه كفروا بالانبياء. اتباع سيدنا نوح قالوا ايه؟ قالوا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، واتباع وكفار سيدنا هود قالوا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. فهمت ازاي؟ يعني كلهم بصوا للبشريه، كلهم بصوا. وكذلك انت اذا يسرت الى الشيخ لا تنظر لجوانب نقصه ولكن انظر لجوانب الخصوصيه فيه، فربما يكون في بعض جوانب الخصوصيه. يعني انا اعرف مثلا استاذ من اساتذتنا كان ليه شيخ من حوالي 20 سنه، والشيخ ده مات، كان شيخ راجل صالح وليه كرامات، فجالي مره بيحكي لي عنه يعني ان هو في جانب نقص، معتقد انه مش هو ده الشيخ اللي ينسى، بقول له ليه؟ قال لي اصل احنا حطينا له طبق ملوخيه وفرخه كلهم كلهم،
ده راجل شره قوي. شيخ ايه ده؟ ده شرب الملوخية وخلص الفرخة عن اخرها فقعد كده. والله قال لي كده. فهو بص لشراهته في الطعام واعتبرها ان دي جانب نقص، لانه هو انفصل شيخ في مخه ما ياكلش ولا يشرب. فهمت المسألة بقى؟ طب ما ايه عرفك؟ ما يمكن شيخك ده بقى له 3 ايام ما اكلش. ايه عرفك؟ ما يمكن دي اول وجبة تخش ببطنه من 3 ايام مثلا فكلها، وانت لو كنت زيه بقالك 3 ايام لو حطوا لك خروف كنت خلصت. ايه المشكله؟ هو انت عايز شيخ متكلف؟ شيخ ياكل له لقمتين ويسيب نفسه جعان علشان يعجب سيادتك يا فندم؟ المشايخ ما عندهمش تكلف بطبيعتهم كده. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل مثلا، وسيدنا انس يوصف انه كان ايه؟ كان ينقي القرع في ايه؟ في اطراف القصعه. ايه يعني؟ القرع اللي هو مقطع ده، فكان ينقي الخرط بتاعته في اطراف القصع لانه في مرقه. طب ما ده ما يعيش النبي ايه يعني؟ فهو شفت انت بقى. فعشان كده ما تشوف شيخك وتشوف في حاجه ما تعبوش بيها، لانه ممكن يكون عنده حته تانية كامله تعوض النقص ده عند الله، تعوض له النقص ده عند الله. فربنا مش عايزه يبقى معصوم اصلا. الشيخ مش معصوم اصلا. الشيخ الشعراوي لم يختلف اهل هذا العصر انه كان والي من الاوليه، واخد بقى، له كرامات كل الناس احتكت بيه شافوا له كرامات، وكان مدخن شره، والتدخين حرام وهو نفسه عارف ان التدخين حرام، ولم يمنعه فعل هذا المحرم انه يوصل للولايه. ايه رايك بقى؟ كان والي ومدخن وما بطلش التدخين الا لما صدره خلاص جات له ازمه ربويه وخلاص ما مش قادر ياخد نفسه مسكين، كان عايش بربع رئه. فيعني الخلاصه ما تعملش نفسك زي الاخوه يقول لك انا مش حصل لي وراه اصله مدخن، انا مش حصل لي وراه اصله حالق دقنه، انا مش حصل لي وراه علشان بيلبس بنطلون. دي بقى شويه العالم المخاطئ اللي لا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. ما تعرفش انت البني ادم ده سره ايه بينه وبين ربه. ممكن يكون عنده توكل على الله ورضا بالقضاء في قلبه عالي قوي، وحب للنبي عالي قوي، وبر بوالديه وشفقة بالمسلمين عالية قوي، وكل الحاجات دي انت مش هتشوفها. تعوض نقص كتير في عبادته، وانت مالش شايف الا النقص بس، فتحجب نفسك عن المعاني الحلوة اللي جوه قلبه دي اللي كان هيوصل لك ليها. فهمت المسألة بقى؟ وعشان كده ما تستهنش بالمسلمين، لا تستهين بأي مسلم. المسلمين كلهم جواهر، وكل واحد فيه معنى، كل واحد فيه معنى من المعاني الكاملة، وفي أشياء كثيرة ناقص ما يضرس. فغض طرفك عن الناقص فيهم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأخذ منهم الكمال ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهمت؟ ويبقى عصبي كل حاجة ممكن. هو العصبية حرام؟ طب ما سيدنا عمر كان عنده حدة، ولو قلت على سيدنا عمر والي تبقى انتقصته حق، ده كان فوق الولاية. فهمت ازاي؟ وكان عنده حدة. ايه يعني؟ في واحد من الصحابه مش نسك سيدنا بلال قال له يا ابن السوداء؟ ها؟ طب وسيدنا ابو ذر ده لو قلت عليه ولي تبقى انت قصته حقه. ده فوق الولايه يا عم، صح؟ الصحبه فوق الولايه. ولما اتخانق مع سيدنا بلال قال له ايه؟ يا ابن السوداء، يعني قال لهم مكسوده. طب ما الكلمه دي حرام. ما هو مش معصوم، ايه يعني؟ وبعدين لما راح راجع نفسه راح يستسمحه وقال له انا خدي على الارض اهو، دوس برجلك على خدي. حقك عليا. وحط له خده على الارض كده وقال له دوس برجلك على خده. سيدنا بلال سامحه. فهمت ازاي؟ يعني مش عيب. سيدنا ابي بكر الصديق كان عنده بعض الحده مع اولاد. سيدنا علي بن ابي طالب لما قتل سيدنا عثمان ودخل عليه سيدنا الحسن والحسين وكان بعتهم عشان يدافعوا عنه، فدخلوا عليه بعد ما دخل محمد بن ابي بكر ومعاه الاثنين اللي قتلوه، لانه اول ما دخل محمد بن ابي بكر ومسك سيدنا عثمان فقال له سيدنا عثمان اتركني يا ابن اخي، والله لو راك ابوك لنهرك. كان سيدنا ابو بكر مات بقى، وده محمد بن ابي بكر داخل بقى بيتخانق معاه لان كانت حصلت فتنه. فلما هو قال له كده اهتزت ايده وساب بعد عنه، وقيل انه غمز للي معاه فذبحوه. واخد بالك؟ اللي كانوا معاه. وكانوا دخلوا من الشباك وسيدنا الحسن والحسين واقفين على الباب، بعتهم ابوهم سيدنا علي عشان يدافعوا عن سيدنا عثمان، فوقفوا على الباب. اتاري دول دخلوا من ورا.
ونائلة زوجة سيدنا عثمان شافت المنظر وهي اللي بلغت. فلما سيدنا الحسن والحسين راحوا لسيدنا علي وعرف ان ايه ان هو مات عمل في يومين سيدنا علي، ضربهم على وشهم بالقلم هما الاثنين. ازاي يقتل وانتوا وانا بعيدكم تدافعوا عنه؟ ولطم الحسن ولطم الحسين. فهمت ازاي؟ ايه هو ده ينتقص سيدنا علي في حاجه انه يلطم سيدنا الحسن والحسين على دماغ الكل؟ مفيش حاجه. فيعني انت لما تيجي تشوف انت فعل الاولياء، سيدنا الجنيد اللي شيخه السري السقطي، اللي شيخه معروف الكرخي، اللي شيخه الحسن البصري، اللي شيخه سيدنا علي بن ابي طالب، اللي شيخه سيدنا رسول الله على طول. سيدنا الجنيد سالوه مره بيحرجوه، يعني عايزين يحرجوه، بيقولوا له هل يزني الولي؟ الولي اللي وصل لمعرفه الله عز وجل يزني؟ عايزين بقى يغلسوا، يعني شويه عالم غلسه بتغلس عليه. فبيقولوا له هل يزني الولي؟ هو بقى ما يقول لهمش امشي قليل الادب انت وهو يا مجرم، لا ده هو نظر لها نظره ثانيه علميه، هل الولي معصوم ولا مش معصوم؟ هو ابتدى بقى يفكر فيه. هو صحيح ولي ما زناش، لكن هو بيساله هل يزني الولي اللي عارف بالله؟ فقال لهم وكان امر الله قدرا مقدورا، اي لما قدر الله فيه انه غير معصوم فيحتمل عقلا ان يزني، وان كانت قد لا تقع، ليس كل محتمل عقل يقع، خد بالك. لكن شوف طريقه الاجابه بتاعته، وكان امر الله قدرا مقدورا، فان كان مقدر انه يعمل الحكايه دي فربنا هيقدر له انه يتوب منها ويرجع زي ما كان. طب ما الصحابه عبدت من دون الله الاصنام قبل بعثه النبي، ولما اتبعوا النبي ربنا بدل سيئاتهم حسنات. ايه المشكله يعني؟ فهمت المساله؟ فالخلاصه انك انت ما تشوفش نقص في مسلم وتعتبر ان المسلم ده ادون منك عشان شايف فيه النقص ده. لا ده انت اقل الناس. وافتكر قصه سيدنا عبد الوهاب الشعراني. حط في نفسك كده انك انت اقل المسلمين، لان انت ادرى بنفسك من غيرك ومطلع على باطنك ومش مطلع على باطن غيرك. فربما الانسان اللي قدامك ده وشايف فيه نقص ما في الظاهر، يمكن في باطنه اشياء تكمله وتخليه اسبق منك عند الله. فهمت المساله؟ والله تعالى اعلم. وده الادب مع ايه؟ مع الاخوان، انك انت تعتقد فيهم الصلاح وانك تستر عيوبهم وتمسحهم ولا تركن لهم، واخد بالك ازاي؟ يعني ما تقعدش طول النهار معاهم تقرق معاهم، قاعدين بيلعبوا طاوله اصحابك، تقعدش بقى تلعب طاوله، صحيح لعب الطاوله حرام، لكن هم بيلعبوا طاوله وقلت لهم ما تلعبوش وصمموا. طب ايه رايك ان في اولياء وكانوا بيلعبوا طاوله بقى؟ والطاوله حرام. وكانوا اولياء. وحرام. لانه عنده جانب اخر يعوض الحرام ده. انت ما عندكش الجانب ده، تيجي تقعد تلعب طاوله وتروح في 60 ده، لان انت ما عندكش الجانب الثاني المستخبى عنده هو، خدت بالك ازاي؟ فمش معنى كده انت تقلده في النقص. انت الحاجه اللي انت شايفها بيعملها نقص تعذره فيها وتتعالى عنها، وتعتقد بالرغم من كده فيه الخصوصيه وتستفيد منه، وما تقلدوش في النقص، تقلده في الكمال، تقلده في الكمال، لان انت مش بتعتبره رسول معصوم. فهمت؟ بس ونقف عند هذا الحد ان شاء الله غدا باذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.